في فرق كبير بين مرض النقرس والشوك العظمية، بالرغم من ان في ناس كتيرة مش بتعرف تفرق بينهم. في 60 ثانية هقولك على الفرق ما بين الشوك العظمية والنقرس. الشوكة العظمية مشكلة بتحصل نتيجة التهابات وترسبات كالسيوم في الكعب نتيجة الوزن الزايد او الاجهاد المستمر على القدم. اما النقرس مشكلة بتحدث نتيجة زيادة حمض البوليك في الدم مع حدوث نوبات متكررة على مدار سنوات طويلة من الالم والتورمات بالمفاصل وخصوصا اصبع القدم الكبير. اعراض الشوكة العظمية: الم شديد بالكعب او باطن القدم اول ما تصحى من النوم او لو جالس مدة طويلة وبدأت تتحرك. الالم ده بيختفي بعد دقيقه او دقيقتين من المشي. اما اعراض النقرس: الم شديد وتورم وسخونه بالمفاصل وخصوصا مفصل اصبع القدم الكبير. الالم بيحدث فجاه وتستمر النوبه من اسبوعين لثلاث اسابيع وتقل بالتدريج وتتكرر مره اخرى في اوقات تانية. طب ايه علاجات الشوكه العظميه؟ علاج الشوكه العظميه: تخفيف الوزن وعمل كمادات ثلج ولبس احذيه مناسبه والحشوه الطبيه وجلسات الشوك ويف او النبضات الكهربائيه. اما علاج النقرس: الراحه واخذ مضادات الالتهاب وعمل كمادات ثلج والابتعاد عن الاكل الغني بحمض اليوريك وتاخد علاجات تقلل نسبه حمض البوليك في الدم. دي ببساطه الفرق ما بين مرض النقرس والشوكه العظميه.